عزوف المحاكم عن العمل وغياب التطبيق لدى طلاب كلية الحقوق جعل حلمهم يفقد ركنه الأساسي، فالمعرفة والممارسة العملية والشجاعة للوقوف أمام قفص الاتهام للمرافعة والدفاع هي أهم ما يحتاجه المحامي. وجدت أن هناك نقص كبير في المجال التطبيقي للطلاب، يعني الطالب يتخرج من الكلية بعد 4 سنوات مش قادر يعد دعوة بدون أصوات. يعني أحمد خريج كلية الحقوق بجامعة عدن اتجه في دراسته للمجال القانوني ليحقق حلمه في العمل كمحام يدافع عن المظلومين ويسعى لتحقيق العدالة في بلد تملأه الصراعات ويفتقر لحضور الدولة. تخرجت من كلية الحقوق قبل 2 تقريبا ولجأت إلى معاهد تدريب خريجين الحقوق. نحن الآن في معهد تدريب وناخذ تطبيقات عملية بشكل يومي حتى لا ننسى ما أخذناه في كلية الحقوق، لأنه في كلية الحقوق ما أخذناش تطبيقات، أخذنا الدراسة بشكل قراءة ومشاركات على مستوى القاعة. الطالب المجتهد كغيره من طلاب الحقوق يفتقر للانتقال من التعليم النظري إلى التطبيق العملي، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بالمحاكم أثناء الحرب، وهو ما جعل مهنة المحاماة بالنسبة للطلاب مهنة مؤجلة حتى إشعار آخر. أحياناً قد يحصل للطالب ضرب معين قبل الامتحان بيوم يومين، تحصل وفاة عنده مثلاً في البيت وهو مستواه كويس، مستواه يكون عالي ممتاز، ويجي لك نظام التطبيق أيضاً مساعد للطالب جداً، فلهذا هنا تأتي أهمية التطبيق العملي. المعاهد الخاصة في مجال الشؤون القانونية هي أملهم الوحيد لتحقيق أحلامهم بعد فقدان أملهم بكليتهم، فهي تسعى جاهدة لتوفير كل ما يحتاجوه لتحقيق أحلامهم، فالشهادة الجامعية هي مجرد حبر على ورق ولا تكفي للعمل بها خاصة في الآونة الأخيرة. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.